التنظيم في استقطاب أفراد المجتمع بكافة مستوياتهم، لكن طبعا فيه خصوصية لبعض الفئات من المجتمع، وهو ما يطلق عليه يعني الاستقطاب النوعي. يعني مثل واحد أبوه مسؤول، أبوه تاجر، أبوه من قبيلة معروفة، شيء من هذا، هذا يكون لهم يعني استقطاب، يعتبر لهم ثقل الأكثر في داخل التنظيم. لهذا يعني في عناية خاصة في عملية الاستقطاب وفي عناية التربية. طبعا أنا شخصيا استمريت مع الجماعة حتى تم توقيفي وإحالتي إلى المحاكمة.